مرحبا بكم أصدقائي المشاهدين متابعين لعب 12 في الشرقية، بداية أسبوع جديدة وحلقات خمسة بالتأكيد إن شاء الله نتابع بها كل الأحداث الرياضية العراقية. الحلقة تبتدي بعد فاصل، أتمنى ظلوا ويانا. أصدقائي بالتأكيد متابعتنا لكل الأحداث الرياضية البارزة مستمرة، ويوم أمس كان التدشين العراقي للاحتراف بالملاعب السعودية، وتعرف كل الأوساط الرياضية وكل الرياضيين كل المهتمين المتابعين أنه الكرة العراقية كانت على مدار سنوات ماضية يعني متواجدة بالملاعب السعودية. قبل فترة شفنا احتراف ليونس محمود ناجح جدا مع أهلي جدة، قبلها احتراف أكثر من رائع ومميز جدا مع المايسترو نشأت أكرم في النصر وقبلها في الشباب. فبالتالي كرة القدم العراقية حاضرة بالكرة السعودية، حتى في بداية الثمانينات كان الكابتن القدير الكابتن أكرم أحمد سلمان مدربا للأندية السعودية وحقق معها نتائج طيبة. بالتالي حلقتنا اليوم نتحدث بها عن عودة الاحتراف العراقي في الملاعب السعودية وفتح الأبواب مرة أخرى لهذا الاحتراف عبر لاعبين، الكابتن أمجد راضي اللي يوم أمس نبارك له هدفه الأول ومشاركته الأولى وقيادته لفريقه الرائد للفوز على الفيصلي في دوري عبد اللطيف جميل السعودي، وأيضا يعني المتابعة لحالة اللاعب العراقي سيف سلمان المتواجد مع نادي كبير ومهم نادي الاتحاد. فبالتأكيد الدوري العراقي يعود إلى كرة القدم السعودية ممثلا بلاعبين اثنين، على أمل أنه نستفاد من هذه التجربة، نحقق منها كل النتائج الإيجابية، نستغل الفورة والحالة الطيبة اللي تمر بها كرة القدم العراقية هذه الأيام بعد المركز الرابع آسيويا. تقرير ونرجع لكم. الكرة العراقية تمر هذه الأيام بفترة طيبة بعد المركز الآسيوي الرابع في أستراليا، ليعود اللاعب العراقي للواجهة مرة أخرى ومطلوباً للأندية العربية ليكون اللاعب الآسيوي الرابع حسب لوائح الاتحاد القاري. أمجد راضي وسيف سلمان في السعودية، وضرغام مطلوب في إيران، وسعد عبد الأمير في قطر، وهو الأمر الذي عانينا منه في السنوات الأخيرة مع قلة الطلب على العراقي. في الفترة التي تلت اللقب الآسيوي عام 2007 كثر الحديث عن المحترفين ومدى الفائدة المتحققة للكرة العراقية من هجرة شاملة للاعبين نحو الاحتراف، ويومها طالبنا بالاختيار الصحيح والموازنة بين الجانبين الفني والمادي، لكن الأمور لم تسر وفق ما نتمنى، وصار اللاعب خارجيا هدفا لضمان المعيشة فقط وليس للتطوير الخاص والعام. واليوم يجب أن تكون العقول والتجارب أكثر نضجاً وصبراً، فلاعبون مطالبون بإثبات الذات واستغلال الفرصة بتطبيق الاحتراف الصحيح بكل جزئياته وتفاصيله من الانضباط والالتزام الأخلاقي والفني، ليفتحوا الباب واسعاً أمام فرص أخرى للاعبين الشباب يطمحون بالاحتراف وتحقيق النجاحات الفنية والضمانات المادية. إذن أصدقائي، الكرة العراقية عادت عبر أمجد راضي وسيف سلمان للملاعب السعودية، وبالتأكيد كلنا نعرف كرة القدم السعودية محليا كرة متطورة جدا، الدوري السعودي من الدوريات القوية بها منافسة وتحظى باهتمام إعلامي مميز، قبل سنوات كانوا هم الدوري رقم 16 على مستوى العالم. فبالتأكيد على كرتنا وعلى لاعبينا أنه يستثمروا هذه الفرصة، فرصة النجاح اللي تحقق بآسيا وفرصة لوائح الاتحاد الآسيوي اللي تجبرنا على أن يكون هناك لاعب آسيوي في الأندية المحترفة المشاركة بدوري الأبطال الآسيوي. فبالتالي على لاعبينا ومدربينا أن يثبتوا أن هذه الفرصة هي من استحقاقهم، والسنوات الماضية اللي غيبت بها الكرة العراقية من لاعبين ومدربين عن كل الدوريات الخليجية ليس فقط السعودية هي ظلم، لأن اللاعب العراقي لاعب بقيمة كبيرة وبأهمية كبيرة. حتى نكون أقرب لهذه الصورة، يسعدنا ويشرفنا أن ينضم إلينا عبر التلفون من السعودية الكابتن أمجد راضي، لاعب نادي الرائد السعودي، لاعب منتخبنا الوطني. كابتن، بداية
مرحبا بك بالشرقية وباللاعب 12. انا اشكرك الشكر الجزيل لتواجدك ويانا. مبروك الهدف الاول، مبروك فوز فريقك، وايضا مبروك التجربة الجديدة في الملاعب السعودية. رغم يعني قصر المدة، لكن الى الان كيف تجربتك مع الرائد وتجربتك بالدوري السعودي كابتن امجد؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، انا اشكرك اخوي العزيز على هاي الدعوة الجميلة، واشكر قناة الشرقية على البرنامج الحلو، ويا رب الموفقية لكم ان شاء الله. ان شاء الله للجميع. الله يسلمك. كابتن امجد، الى حد الان تجربتك بالملاعب السعودية رغم قصر المدة، كيف تقيمها؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واشكر يعني على هاي التجربة اللي اعتقد ايجابية بالنسبة لي. نعم. كنت يعني انتظر هاي الفرصة بهيك دوري، وان شاء الله ربي يعني يوفقني يعني واكون من اللاعبين المتواجدين وارفع يعني اسم الكرة العراقية او اللاعب العراقي بهيك دوري، مثل ما تعرف الدوري السعودي من الدوريات القوية. نعم اكيد. يعني يضم جميع اللاعبين المحترفين على مستوى عالي او المدربين او يعني حتى الأندية على مستوى عالي، وإن شاء الله ربي يوفقني يعني أكون اسم يعني أكمل مسيرة الكابتن نشأت أكرم اللي خدم الأندية السعودية والكابتن يونس محمود، وإن شاء الله ربي فاتها خير علي يعني، وأكون يعني من ضمن التشكيلة المتواجدة إن شاء الله من المنتخب الوطني إن شاء الله. كل شيء ما عندي إن شاء الله. كابتن أمجد، يعني أنت الآن أنت وسيف بالتأكيد عليكم يعني مسؤولية كبيرة، لان يعني انتم رجعتوا للدوري السعودي، نجاحكم ان شاء الله في الدوري السعودي راح يفتح الباب امام اللاعبين العراقيين وامام المدربين حتى يعني تزيد هاي التجربه. برايك المسؤوليه انت كامجد وكسيف تتحدد بس بالالتزام الفني كلاعبين، ام هناك امور اخرى يجب ان تراعون بها وضعكم كلاعبين عراقيين؟ هو شيء اكيد يعني انت من تجي فيك يعني دوره وتكون عندك طموح لازم تقدم كل شيء ما عندك يعني لكي تستفاد انت من هاي التجربه ومن هيك يعني مدربين او انديه. نعم. صراحه يعني انا من يعني جيت لنا يعني اكون يعني استفاد من الخبره ويعني استفاد فنيا وتكتيكيا، انا صراحه يعني ما جاي يعني على عقد يعني او مادة او شيء. نعم. انا نادي اربيل اكثر من 500 مليون عراقي. نعم. أنا مود استفاد من هاي التجربة، وإن شاء الله ربي يعني تكون فاتحة خير، إنه وإن شاء الله ربي يعني يعوضنا عن كل شيء. طموحك الشخصي كابتن بهذه التجربة، التجربة مع بالدوري السعودي، يعني طموحك مع فريقك وطموحك أنت كأمجد راضي؟ والله أنا أتمنى موفقية يعني إلي كلاعب يعني وكبداية تجربة. نعم. يا ربي يعني وفقني، وأتمنى يا ربي الموفقية الفريق يعني والتواجد بال الدوري القادم، لان تعرف احنا كنا المركز 14 والحمد لله وشكر البارحه يعني فزنا قفزنا المركز 12، وان شاء الله ربي يعني عوضنا بالمباراه القادمه ونكون يعني اسم صعب بالدوري السعودي ان شاء الله. كابتن، يعني بالتاكيد التواجد بمثل هكذا دوري يعني يتطلب يعني التزام بدني والتزام فني وانضباط عالي، بالتاكيد حسيت اكو فرق بين الدوري السعودي والدوري العراقي؟ ايش اكيد يعني انت مثل ما تعرف الدوري العراقي صراحه يعني الدوري هم يعني ما عليه اي شيء يعني دوري هم قوي، بس تعرف يعني قسم الملاعب والتحتيه يعني، وان شاء الله ربي يعني اكون جاهز. مثل ما تعرف الكابتن ايوب صراحه له فضل علي يعني خلال هاي الفتره اللي متوقف فيها الدوري، كان يشتغل معايا صبح ومساء يعني تدريبات حرفياً باليوم، ان شاء الله ربي يعني يوفقنا ويكون يعني لاعب عراقي يعني يشيل اسم العراق في الدوري السعودي. طبيعه عقدك كابتن امجد مع الرائد يعني لمرحله واحده 6 أشهر قابله للتجديد، يعني بدون الامور الماديه بالتاكيد هذا نحب نعرفها، لكن يعني من ناحيه المده والعقد والالتزام. لا والله هي كان يعني صراحه 5 أشهر وقابل للتجديد، بس انا يعني شغله الفقره مال قابل للتجديد يعني رفعت من العقد يعني باقي بس 5 أشهر، ومن تخلص 5 أشهر يعني ان شاء الله ربي يعني يوفقني ويكون يعني ادائي لي نصيب يعني يكون بالدوري السعودي يعني او يعني خارج يعني انت شلت كلمه القابل للتجديد يعني لانه حسيت انه الرائد ميله بطموحك، ولا لانه انت تفكر اذا ان شاء الله حققت نجاح تصعد الى نادي بمنافسه اعلى؟
لا بالعكس، يعني النادي الرائد من الانديه القويه اعتقد، يعني والجماهير له اسمه وله يعني جماهيريته، ومثل ما تعرف يعني الدوري السعودي كل الانديه متقاربه يعني، يعني على المستوى الفني او المستوى يعني التكتيكي، ما اعتقد يعني دوري يعني فريق اكو فريق يعني صعب واكو فريق سهل، كنا نفس المستويات، ومثل ما تعرف يعني احنا كنا مركز 14، واعتقد يعني نقاط قليله توصلنا على المركز العاشر او التاسع او الثامن، وهذا الشيء يعني مو يعني عندي يعني مثلا نادي الرائد ما يلبي الطموح، لا بالعكس انا لان اختاريت نادي الرائد له اسمه وله يعني جماهيريته، وانا اشكر يعني رئيس النادي نعم على كل شيء ما سواه لي، واشكر الاستاذ محمد ابراهيم، واشكر علي الرماح على تواجدهم معي، يعني كان سبب لهم يعني الي تواجد هذا الدوري. كابتن، تواجدك الان بالدوري السعودي بدوري قوي ومع نادي الرائد، تشوف رد من امجد راضي على يمكن انت تعتبره ظلم بعدم استدعائك للمنتخب الوطني بالفتره الماضيه؟ لا وهذا الشيء يعني صراحة شيء راجع للكادر التدريبي وكل مدرب له نظرته في هذا الشيء، وإن شاء الله ربي يعني أكون متوفق بالدوري السعودي وأعكس النظرة على أمجد راضي، وإن شاء الله ربي يعني يوفقني بالمنتخب الوطني، لأن مثل ما تعرف المنتخب الوطني أعتقد لو عندي نسبة من الحظ بالدوري بالمنتخب الوطني يعني كان غير أمجد راضي، بس إن شاء الله ربي يعني يوفقني. بس الحظ يعني يمكن السؤال أنت أخذته من لساني يا أمجد، الكثير يقول لك ليش أمجد بالنادي مو مثل المنتخب، أكو فرق. اي صح، هو عدم توفيق يعني انت مثل ما تعرف، خاصة المهاجم لو ما يكون الحظ نسبة أكثر من يعني لعبة يعني فاشية، يعني هسه الكابتن يونس محمود أعتقد كابتن كبير باسمه وبلعبه يعني وبتاريخه، وحصل على اكثر من بطوله، يعني شوف مرات يعني لعبه ولعبتين ما يسجل هدف، يعني اكثر شيء يعني يلام من الجماهير او طبعا يعني بعض الصحافه، فهذا الشيء يعني ان شاء الله ربي يعني يوفقني واعكس هذا الشيء يعني على امجد راضي. ان شاء الله كل التوفيق لك الكابتن امجد راضي لاعب نادي الرائد السعودي والمهاجم العراقي الذي فتح باب العوده للاعبين العراقيين في الانديه السعوديه، كل الشكر لك، نتمنى لك كل التوفيق كل النجاح في مهمتك وفي عملك. بالتاكيد الكره العراقيه عادت الى اعتاب الكره السعوديه، دخلت من الباب الواسع ان شاء الله بلاعبين اثنين، قبلها كان اكو بعض التجارب مثل ما قلنا بيونس محمود بنشأت اكرم، تجربه لم تكتمل مع الحزم مع قصي منير، فبالتالي متابعه لوضعيه لاعبينا في الدوري السعودي بهذا التقرير ونرجع لكم. بعد رحلة استمرت لأكثر من أربعة مواسم، أثبت نشأة أكرم هذا اللاعب الكبير جدارته في الدوري السعودي بعد أن انضم لنادي النصر ومن ثم الشباب الذي فاز معه بعدة ألقاب، ورحلة أخرى كانت أقصر لقصي منير مع نادي الحزم، ونصف موسم قضاه السفاح مع نادي الأهلي. عدت سلسلة التعاقدات لتظهر من جديد مع اللاعبين العراقيين، وهو ما سيفتح الأفق لآخرين شباب في أن يلتحقوا بأقوى دوريات المنطقة، وهو شيء إيجابي يطور من اللاعب العراقي ويعرف المتابعين العرب والأجانب بقيمته بين أهل المستديرة واحتمالية أن يتواجد بعد ذلك في الدوريات الأوروبية كما حصل مع أكرم. خطوة أولى إيجابية لسيف سلمان وأمجد راضي، ويتمنى الجميع أن يوفقا فعلاً لكي ينقل الصورة الزاهية عن ابن الرافدين المعروف أصلا في اللعب والخلق والالتزام. زيد السراج للاعب 12. إذن أصدقائي بالتأكيد يعني الاحتراف العراقي في الملاعب السعودية احتراف مهم ومفيد للكرة العراقية، عندما تلعب بدوري قوي، عندما تلعب بدوري منظم بمباريات مجدولة، بالتأكيد بها فائدة كبيرة بأهمية كبيرة لكرة قدم العراقية والمنتخبات الوطنية. كلنا نعرف الضرر اللي أصاب كرة القدم العراقية نتيجة عدم انتظام لاعبينا في دوري قوي، لكن الآن
مع عودة اللاعب العراقي، عودة الكرة العراقية إلى أحضان الكرة السعودية، بالتأكيد هذا شيء مهم يدفعنا أنه نعمل كثيرا حتى نستفاد من يعني وجود لاعبين في مثل هكذا دوريات قوية، حتى نكون أقرب إلى الصورة. يسعدنا ويشرفنا أن ينضم إلينا عبر التلفون من المملكة العربية السعودية دكتور عبد اللطيف بخاري، عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس لجنة التطوير بالاتحاد السعودي. دكتور بداية مرحبا بك، سعيد جدا، مشرفنا ومنورنا هواية بحلقة اليوم للاعب 12 عبر الشرقية. ويعني بالتأكيد عودة الكرة العراقية للدور السعودي عودة نتمناها أن تكون تحقق الفائدة للكرة السعودية وللكرة العراقية. دكتور الله يسلمك، وأنا سعيد أن أكون معكم. وبس للتصحيح، أنا رئيس لجنة الدراسات الاستراتيجية. نعم 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 دكتور. نعم تفضل. هلا بك دكتور. الـ يعني تواجد الآن لاعبين عراقيين في الدور السعودي بالتأكيد يعني إضافة للطرفين، يعني كيف ترى يعني آفاق هذا العودة، آفاق هذه العودة للكرة العراقية في الملاعب السعودية؟ بداية طبعا الكرة العراقية بشكل عام كرة يعني مشهود لها بالتميز، مشهود لها بالمنافسة قوية جدا، واللاعبين العراقيين الحقيقة كانوا وما زالوا الحقيقة مشد لفت نظر جدا من كثير جدا من الفرق ومن حتى المنتخبات العربية والمنتخبات الخليجية بتأخذ لها يعني اعتبار كبير جدا. نعم. الكرة العراقية دائما أنها موجودة على الساحة وبشكل قوي جدا، ولذلك وجود اللاعبين العراقيين في المملكة العربية السعودية هو بالحقيقة جزء متأصل ولا يكون للعلاقة القوية جدا بين الشعبين الأخوية والدبلوماسية القوية بين الشعبين. والحقيقة وجود اللاعب العراقي مؤكد أنه حيضيف للكرة العراقية ويضيف للكرة السعودية في نفس الوقت. فلذلك دائما الانتقال من مكان إلى مكان هو إضافة وخبرة. دكتور هذه معك، تفضل. عفوا، يعني في تجارب سابقة يمكن كانت الكثير من الأسماء ترتبط بالأندية السعودية من لاعبين، لكن المشكلة الأكبر كانت يعني مسألة التأشيرة والفيزا لدخول اللاعب العراقي إلى المملكة. يعني مع دخول سيف سلمان وأمجد راضي إلى المملكة وتمثيلهم للفريق، يعني هل هناك الآن أصبحت الأمور نقدر نقول أسهل، فيها مرونة أكثر بالنسبة للاعب العراقي لكي يتواجد في ملاعب الشقيقة السعودية؟ هي دائما كانت وما زالت دائما القضايا التأشيرات والأمور هذه كلها دائما أنها الحقيقة مفتوحة عمرها ما كانت، لكن أحيانا الوضع العام أحيانا يقتضي تقريبا بشكل أو بآخر. لكن المملكة العربية السعودية دائما أنها مرحبة ودائما أنها يعني ترحب بكل أبناء الأمة العربية بشكل أو بآخر. نعم. والحقيقة دائما يعني إحنا بنجيب الأندية يعني لاعبين حتى كمان أجانب. نعم. من شتى بقاع العالم، إنما ربما كانت هي قناعات في فترة من الفترات إنه يعني نظرا لأنه ما مرت به العراق من أزمات. نعم. واللاعب العراقي، فيمكن كانوا يروا إنه يعني ليس وقت الآن إنه يعني خطبة شخص مثلا عشان يلعبوا هنا. أينا. في أولويات في الوطن. إنه الوقوف مع الوطن والوقوف مع الشعب العراقي أبناءهم يكونوا موجودين هناك، احتمالية كانت بالشكل ذا وليس فيها تأشيرات أو موضوع فيزا تقريبا. نعم. طيب. نعم. دكتور، هل ترى اللاعب العراقي أو الكرة العراقية في المرحلة المقبلة جزء من محاولة إعادة الكرة السعودية يعني إلى وضعها السابق المميز، خاصة بعد يعني الإخفاق الكبير الأخير في أستراليا؟ هو الحقيقة يعني خلينا نقول قضية إخفاق هذه مرهونة بماذا الإخفاق؟ نعم. ليس تحقيق البطولة إخفاقات، يعني ليس الفوز هو إخفاق، إنما المستوى هو إخفاق. وبمعنى أنه يعني إحنا لو دائما الإخفاق يأتي أنك عندما تكون أنت وصلت إلى مستوى معين ثم. نعم. تأخرت أو تراجعت. نعم. هذا يعتبر إخفاق. لكن إحنا بالعكس، إحنا ما عندنا إخفاقات في الكرة السعودية حاليا يعني في الوضع الراهن. بالعكس إحنا عندنا الآن مكاسب، لأنه إحنا
يعني في دورة الخليج الدورة اللي قبلها خرجنا من الأدوار التمهيدية، نعم. الدورة اللي راحت هذه طلعنا إلى النهائيات تقريبا. أوكي. نعم. نفس الكلام في إحنا لو تشوف الوضع بالنسبة لآسيا كذلك إحنا عندنا يعني فزنا على مجموعة من المنتخبات ومن ضمنها يمكن أيضا يعني المنتخب العراقي قوته برغم يعني جودة اللاعبين وبالتالي شوف المنتخب العراقي طلع للأدوار الربع النهائية في دورة آسيا ولذلك يعني هي العملية ما تقدر تحسبها بالفوز والهزيمة قد ما تحسبها أحيانا بالمستويات. نعم. طيب. ولذلك أنا مؤكد أن الكرة العراقية كرة دائما تضيف والحقيقة هي جزء أيضا العراق من دورة الخليج العربية ودورة الخليج العربية أيضا أسهمت اسهامات كبير جدا في تطوير الكرة الخليجية بشكل عام بما فيها شو اسمه الكرة العراقية. نعم دكتور ولو أخذنا من وقتك أنا أشكرك الشكر الجزيل أنت منورنا يعني تشوف الله يسلمك تشوف الكرة العراقية يعني مستقبلا من الممكن أن نراها بتواجد أكثر بكثافة أكثر بالنسبة بالملاعب السعودية مؤكد العراق دائما أنها ولادة والعراق دائما أنها أرض الحضارات يعني العراق أبرزت كثير جدا من الرجالات اللي الحقيقة قادوا الأمة وليس قادوا العراق فقط. نعم ولذلك دائما الدول العربية بشكل عام والعراق بشكل خاص دائما أنها ولادة لقيادات على مستوى عالي جدا وهي دائما أنها يعني قادرة على إنتاج يعني ما شاء الله تبارك الله يعني العراقيين بطبيعتهم يحبوا التحدي ويحبوا أيضا أنهم هم يكونوا مميزين وبارزين ولذلك يعني نتوقع في القريب العاجل إن شاء الله بحول الله أنه يكون يعني الدور قادم للعراق ونتوقع مستقبل زاهر جدا فلعل الله بس ندعو الله سبحانه وتعالى أنه يعني يزيل عنكم الهم إن شاء الله يا رب للجميع إن شاء الله بحول الله ويجعل الاستقرار دائما في العراق ونشوف العراق إن شاء الله بحول الله متصدر حتى كمان المناصب العليا على المستوى الدولي وليس على المستوى العربي فقط. إن شاء الله هذا ما نتمناه دعواتكم بالتأكيد صادقة وحقيقية ويعني طيبة جدا الدكتور عبد اللطيف بخاري عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم كل الشكر الجزيل لحضرتك على تشريفك لنا بحلقة اليوم من اللاعب 12 عبر الشرقية أكد أنه الكرة السعودية فتحت أبوابها للاعب العراقي وإن شاء الله أيضا للمدرب العراقي لما تحظى به الكرة العراقية من قيمة كبيرة من تاريخ كبير سواء على مستوى التاريخ أو على مستوى الإنجاز فبالتالي لاعبونا مطالبون بأن يكونوا على الموعد لتحقيق نتائج أفضل ونتائج أحسن في يعني محطات الاحتراف المقبلة ليس في السعودية فقط بينما في كل المراحل الاحتراف اللي تمر بها كرة القدم العراقي. نرجع للسعودية أيضا عبر التلفون ينضم إلينا من هناك السيد محمد إبراهيم عبد الله منسق الاتحاد العراقي لكرة القدم في السعودية. سيد محمد بداية مرحبا بك ومشرفنا ومنورنا بالشرقية وباللاعب 12. يعني أريد أشكرك شكر شخصي جهود كبيرة بذلتها بحلقة اليوم يعني معايا على طوال يعني الأيام الثلاثة الماضية متواصل معي وأشكرك الشكر الجزيل حقيقة جهدك كبير ومميز بحلقة اليوم. سيد محمد اللاعب السعودي اللاعب العراقي عاد إلى الملاعب السعودية أنت كمنسق وكمتابع كيف تشوف فرصة اللاعب العراقي بالدور السعودي؟ السلام عليكم. بالنسبة أنا ما قدمت شيء هذه قناة العراق وهي قناتنا يعني وإحنا كلتنا يعني ملزمين نقدم الأفضل للقناة لأي قناة عراقية خاصة المجال الرياضي اللي إحنا معها وأنت بشخصك الكريم متابع تقدم برامج مميزة فإحنا يشرفنا نقدم لك أي يد المساعدة بأي مكان إحنا ممكن نوصل له. أما بخصوص اللاعبين المحترفين عودتهم للملاعب السعودية أعتقد هذه السنة يعني كنا موفقين طبعاً الظروف كانت مؤاتية أعتقد بعد بطولة الخليج والاجتماعات اللي حدثت أثناء بطولة الخليج الأخيرة إنه اللاعب سيف سلمان كان فاتحة خير للاعبين العراقيين ولكن يعني حسب الظروف اللي أنت قاعد تشوفها اللي مر فيها اللاعب سيف سلمان أعتقد هي خارج عن إرادته إنه هو لاعب نجم وإحنا كلنا نعرف إمكانياته ولكن إمكانيات الفريق الاتحادي وتفكير المدرب أعتقد صار في لبس بالموضوع وسبب إشكال معين للاعب وأعتقد الآن يعني على الأخبار اللي يشوفه ويتابعها تأثر عليه نفسيا ولكن شنو اللبس اللي صار سيد محمد ممكن
ممكن نعرفه لو سمحت اللبس اللي صار بقضية سيف سلمان بالنسبة لمدربه ووضعه هو بالنادي؟ والله حسب التصريحات واللي يعني احنا قريبين على انه المدرب نفس المدرب اللي اختار اثناء بطولة الخليج اختار هذا اللاعب. يعني الادارة الاتحادية فاتحة اللاعب على ضوء ما قدم المدرب خلال متابعة بطولة الخليج. المفاجأة اللي حدثت انه سيف سلمان يعني ما راح ويا المنتخب حسب ما تعرف، يعني ما كان منتخب شادر المنتخب، فكان فترة تواجده بدبي مع المعسكر نادي الاتحاد وفترة طويلة يعني. فكان كل المتابعين يتأملوا ان اللاعب سيف يعني صار له اكثر من شهر مع الفريق ويتمرن معاهم انه يكون اساسي او يكون بديل، ولكن تفاجأوا بلاعب ما قال له حتى 7 ايام انه ينزل اساسي واللاعب سيف سلمان ما ينزل. اعتقد هذه تأثر نفسيا باللاعب، وبنفس الوقت انه طلعت اصوات اتحاديه طالب باحضار مهاجم اسيوي ويستثمرون عقد سيف. اعتقد سيف سلمان احنا اعطيناه نصيحه معينه بس الظاهر انه جاي عن طريق وكيل اعمال خارج يعني ما اجنبي، عن طريق انه قدم بطاقته يعني للاتحاد السعودي، واعتقد النادي الاتحاد السعودي هو حر بالتصرف باللاعب الان. اعتقد هذه من الاخطاء يعني نقول خلي يكون غالبيه اللاعبين الان بهذا العمر يعني يمروا فيها لحد ما يتاكدوا انه لازم الوكيل الاعمال اللي يتابعوه او يكونون معه يكون على درايه ومعرفه، وانه هم نفسهم عندهم درايه ومعرفه بالشروط ومبادئ العقود على اساس انه يحموا نفسهم. اما اللاعب امجد راضي اعتقد انه كلكم شفتوا سهوله لعب. انا هنا ما اريد اقول انه انا افضل من غيري، لا انا عندي يعني وكيل اعمال سعودي اللي هو الاستاذ علي الرماح، احنا كنا متابعين يعني هو طلبوا مني لاعب ورشحت لهم، ولكن كان عندنا شرط انه كوكيل اعمال انك انت تشوف مصلحه اللاعب اولا، وطرحت فكره النادي اربيل وكلمت اللاعب امجد راضي واعطيتهم الفكره كامله وكلمت الاستاذ عبد الله كرئيس نادي اربيل، لان هذه الامور لازم الكل يكون على اطلاع فيها عشان من نتخذ قرار تكون جميع الاطراف عارفه باي اتجاه رايحه. حتى يعني اعتقد والد اللاعب خليناه بالصوره وقلنا له انه في شروط كذا كذا الشروط، وانه في شروط على نادي اربيل طلبوا شروط اضافيه عملنا، واعتقد العقد صار بسهوله لشان جميع الاطراف اتفقوا على هذه الشروط، وبينت على اللاعب نفسه يعني خلال 3 ايام ما قال له 3 ايام وينزل ويقدم ويكون مرتاح. انا سالت اللاعب بنفسي قلت له كيف تشوف الامور؟ قال ممتازه جدا. طيب سيد محمد كلامك هذا يعني بالنسبه للتناقض اللي صار بعمليه استقطاب سيف سلمان واستقطاب امجد راضي تقودنا الى تساؤل مهم، وحضرتك انت متواجد في المملكه ويعني قريب من الامور وعارف يمكن بالخبايا القانونيه والتنظيميه والإدارية بالنسبة لاحتراف اللاعبين، يعني ما هي أهم الأمور الإدارية والتنظيمية اللي على لاعبينا ومدربينا إذا ما جتهم عروض من السعودية أنه يراعوها ويدرسوها قبل ما يعني يعطون كلمتهم أو يوافقون على انضمام لأحد الأندية السعودية؟ طبعا اول شيء يعني طبعا بطولة الخليج كله نفس النظام، بس السعوديه تعرف احنا سابقا كنا يعني نحترم القوانين وقلنا السعوديه انه في اجراءات معينه يعني هذا احنا اتبعناه، انه دائما حتى اللاعبين اللي الى الان الدوليين اللي يكلموني دائما اي نادي سعودي طالب بلاعب عراقي اول شيء اطالبهم هل العقد المبدئي هذا ملزم للجهتين؟ انا ما ملزم في العقد المبدئي لحين ما تثبت انك انت بامكانك استخراج تاشيره للاعب. احنا هذه بالسعودية يعني عندها الأسبقية، يعني اي عقد وقع مبدئي نخلي ملاحظة في حالة استخراج التأشيرة. ليش؟ لان انا لو ما طلع لي التأشيرة ايش ذنب اللاعب يكون مرتبط بنادي وما يقدر يفوت الدولة مالته؟ طبعا. ولهذا يعني هذه اهم نقطة في الموضوع، انه انا امجد راضي كان من ضمن الشروط انه احنا على استخراج التأشيرة وقعنا له مبدئي، ولكن استخراج التأشيرة هي الفاصل. اكو مؤشرات انه استحصال التأشيرة الان افضل بها مرونة أكثر؟ قبل شوي دكتور عبد اللطيف قال الأمور طيبة وأبوابنا مفتوحة من الآن للكرة العراقية، تحس أنه أنت كعايش بالسعودية أكو مرونة أكثر بهالفترة؟ مرونة أكثر سابقا يعني، والدليل أنه سيف سلمان وأمجد راضي دخلوا فيها سريعة جدا، يعني سيف سلمان ما تأخذنا بإجراءاته 9 أيام لو تجي الحقيقة 9 أيام، يعني حتى اللاعب الأوروبي لما يجي السعودية يأخذ نفس الفترة. وهذه فاتحة خير اللي أتأمله من اللاعبين الدوليين انه يعرفوا اي وكيل يروحوا وايش الشروط ويلزموا نفسهم ويتابعوا ويقروا العقد قبل التوقيع، لان هذه كلش مهمه. يعني هذه اللاعب الدولي او المدرب لازم اول شيء يعرف الشروط ولازم يعرف وكيل اعمال، وبعدين مش عيب انه يكون عندك وكيل اعمال. لا طبعا كل عالم
اللاعبين انك انت اذا ما عندك وكيل اعمال يعني انت انت كلاعب دولي يا اخي ابحث عن البرستيج طبعا يعني اكيد يعني لما تيجي معك يعني اقول لك يعني نقطه مهمه استاذ بيان كنت تتابعته انت سيف سلمان متى يعني جالس سعوديه وقاعد بالسعوديه ثلاث اسابيع انت تدري فيه ما يعني تسمعون المحرات لكن الطار حقق شيء مباشر يعني شفتوه ولكن امجد راضي من اجى كل الاعلام ينتظر بالمطار نفس الليله عملوا المؤتمر الصحفي هذا الفرق بين انك تجي لوحدك يعني حتى النادي ما انطال اهميه شفت سلمان الان النادي الصحفي مثل ما يحب ما عنده وكيل اعمال ما يعرف القوانين مين يطلع مين يدخل مع القوانين والانظمه اللي لا واحد دوليه للاحتراف هذا سبب يعني سبب احراج اللاعب انما انا انصح كل لاعب يكون عنده وكيل اعمال بما هو يرى مناسب طيب سيد محمد تقرا انه هناك استقطابات جديده للاعبين العراقيين على السيزون الجديد يعني الان فتره الانتقالات انسدت فبالتالي يعني تقرا انه اكو استقطابات للاعبين العراقيين بالسعوديه ام انه الامر مرتبط بما راح يقدمه سيف وامجد في هذا النص موسم انا باذن رب العالمين اقدر اكد الان انه الموسم الصيفي حيكون للدوري السعودي الممتاز والدرجه الاولى تعرف من حقهم يستقطبوا لاعب دولي انا من الان اقدر اكد لك انه باذن رب العالمين حيكون المحترفين العراقيين في الدوري السعودي اكثر من الدوريات الخليجيه من الان اقدر اكد ما دام عندي الان لاعبين في احتمال يوقعوا من الان يعني اللاعب من يدخل 6 اشهر مرحله الست اشهر من حقه يوقع حسب النظام الجديد الدولي طبعاً الان اللاعبين كل الموجودين في الدوري العراقي عقودهم شهر 6 باقي له 6 اشهر صحيح عندنا لاعبين الان بامكانهم يوقعوا من الان وفعلا اذا وقعوا ممكن نقول اسمائهم لو لا ممكن نعرف اسم والله صعبه بس تدري ليش لان النادي نفسه طالب ما نذكر أكيد. اسمع عشان لا يكون احد على سمعنا عن يونس محمود وذهابه للسعوديه كلام غير صحيح استاذ رفيع يعني الساعه 12 في الليل يفكر التسجيل بالسعوديه ويونس اعتقد الان نزل تصريح نفى لان هو اصلا ما عنده الوقت يعني بعد اقل الست ساعات يفكر التسجيل في السعوديه ولكن في انديه الان طالبه لاعبين انه توقع الموسم القادم من الان ما دام هو دخل 6 اشهر وهذه فاتحه خير وانا اتامل من رب العالمين انه هذا اللي استفاد منها امجد وسيف وانا عندي توقع انه سيف لو استمر بيقدم صوره مشرفه ولكن يحتاج فرصه لان ان شاء الله ما اخذ الفرصه ان شاء الله احنا نتامل من رب العالمين يعطوه الفرصه في حاله ما سجل او مهاجم سيف راح يكون موجود بالاتحاد ويقدر يلعب وان شاء الله ما يسجل مهاجم عشان نعطي فرصه للاعب عراقي يظهر يعني اذا واذا سجل اذا سجلوا مهاجم يلغون عقد سيف؟ مو يصيرون هم احرار يتصرفون بسيف يريدون يستثمرون يريدون يعطون نادي يريدون يبطلون من يستثمروا خلاص انسدت الانتقالات سيد محمد اليوم الساعه 12 في الليل تتسكر اذا ما سجلوا مهاجم اسيوي فسيف حيكون مستمر وبامكانهم يلعبوا باي مباراه ان شاء الله سيد محمد ابراهيم عبد الله منسق الاتحاد العراقي بالسعوديه كل الشكر الجزيل لحضرتك على كل المعلومات القيمة وحقيقة الشرح من السعودية لكل الأمور اللي ممكن تفيد لاعبينا ومدربينا في أي احتراف إن شاء الله مقبل في الملاعب السعودية تقرير آخر وضعنا بتاريخ الاحتراف العراقي في الكرة السعودية نتابع لاعبان عراقيان التحقا بالدوري السعودي لكرة القدم الأول هو سيف سلمان لاعب نادي القوة الجوية والذي قدم أداء جيدا في منطقة الوسط مع منتخب العراق في بطولة كأس الخليج 22 في الرياض مما جعل نادي الاتحاد يوقع معه لهذا الموسم ويذكر أن سلمان بدأ من نادي الصناعة وفاز معه بالمركز الثالث قبل 4 أعوام وبرز مع منتخب الشباب الفائز بالوصافة الآسيوية ورابع كأس العالم والعديد العديد من الإنجازات الأخرى أما الثاني فهو أمجد راضي مهاجم أربيل والذي تعاقدت معه إدارة الرائد السعودية ويشار إلى أن راضي حصل على لقب هداف الدوري العراقي ومثل أربيل وقبل ذلك الجوية هذا النادي الذي ساهم في بروزه إضافة إلى ارتدائه قميص منتخب العراق في أكثر من مرة إذن أصدقائي بالتأكيد
يعني العودة للدوريات القوية هو طموح لاعبينا، طموح كرتنا. لما نحتك مع دوريات قوية مثل الدوري السعودي وحتى الدوري القطري وكل الدوريات اللي فيها منافسة أو هي بوضع أفضل مع الأسف من دورينا، على أمل أن الأوضاع تتحسن بشكل سريع وبشكل يعني نتمناه كلنا، يكون أكثر من المتوقع بالنسبة لدورينا لكرتنا ولبلدنا إن شاء الله. علينا أن نستغل هذه الفرصة، لاعبينا أمام فرصة كبيرة لإثبات نجاحهم ولإثبات قدراتهم وإمكانياتهم خارجيا. نشأة أكرم تألق وأبدع، يونس محمود تألق وأبدع، الآن الفرصة لأمجد راضي ولسيف سلمان أنه يتألقون. إن شاء الله سيف تكتمل شغلته ويلعب مع الاتحاد، يتألقون ويلعبون بشكل صحيح، لأن هم أمام مسؤولية كبيرة، يحملون مسؤولية كرة قدم العراقية بشكل كبير، يمثلون العراق أولا بأخلاقهم بالتزامهم بانضباطهم الفني والبدني والأخلاقي، وهم بالتأكيد يعني ما عليهم غبار، وأيضا يفتحون الباب أمام اللاعبين العراقيين الصغار لكي يمثلوا العراق في كل المحافل. لما ينجح أمجد أو سيف أو نشأة أو يونس، بالتأكيد هذا يعني باب ينفتح للآخرين. لولا نشأة ويونس من يعني نجحوا بالسعودية ما يجون على أمجد ولا سيف، مع كل احترام لإمكانياتهم وقدراتهم الكبيرة، لكن بالتأكيد على لاعبينا أن يستثمروا هذه الفرصة، فرصة النجاح الخارجي. حلقتي اليوم أصدقائي انتهت، أنا أشوفكم بكرة إن شاء الله بنفس الموعد، دائما اللعب 12 من الأحد إلى الخميس، إلى اللقاء.